كلامنا سلامنا لكل جمهورنا الحبيب من مسرح الفايبريشن بجوار مرسى حلوان. نحييكم مع هزة جديدة في عالم الفن بمقدار 5.6 شعبولة ريختر، مع نجم الشاشة العربية ووزير الأغنية الشعبية في وزارة الغناء العالمية، نجم الكاسيت والسي دي والسينما والمسرح، خش في سين وجيم مع النجم شعبان عبد الرحيم. مخافش من الحكومة، مخافش من الحكومة، مخافش من الحكومة، اجملني في السليم. بحب الست السومة واحب عبد الحليم، بحب الست سومة واحب عبد الحليم، واحب عبد الحليم. حكومتنا مية مية وناس مش متعبة، حكومة ديمقراطية ما هياش متعصبة، حكومة ديمقراطية ما هياش متعصبة، ما هياش متعصبة. ما خافش من الحكومة وبنام براحتي واصحى، لو حد في يوم ضايقني ولا في على راسي بضحى، ولا حد في يوم ضايقني ولا في على راسي بضحى، ولا في على راسي بضحى. حرية في كل حاجة ومعادش حاجة سهلة، وبندعي للحكومة قد ما بتحب الشعب، بندعي للحكومة قد ما بتحب الشعب، قد ما بتحب الشعب. لما الدستور اتعدل بقى كله سعيد وحريص، وحتى عم عبده كان نفسه يبقى رئيس، حتى عم عبده كان نفسه يبقى رئيس، كان نفسه يبقى رئيس. خطوة على الطريق لمصر شيء كويس، ريس كان جريء متشكرين يا ريس. هنخفف من الحكومة هو احنا بينا ايه؟ أدام بيقدرونا هنكش منهم ليه؟ أدام بيقدرونا، أدام بيقدرونا هنكش منهم ليه؟ هنكش منهم ليه؟ الشعب والحكومة الاتنين ما بينهم ود، الأول لازم يهدى لو شاف التاني بيشد، الأول لازم يهدى لو شاف التاني بيشد، لو شاف التاني بيشد. ما خافش من الحكومة بقولها على الملأ، عشان بحب مصر ومحبش القلق، عشان بحب مصر ومحبش القلق، ومحبش القلق. ولا أي أوروبا أوروبا ولا أي روما روما، أمان يا مصر دايما والبركة في الحكومة، أمان يا مصر دايما والبركة في الحكومة، والبركة في الحكومة. مخافش من الحكومة بقولها على الملأ، عشان بحب مصر ومحبش القلق، محبش القلق.